بنفس نتيجة الشوط الأول سيمبا يتفوق على الأهلي بهدف مقابل لا شيء ويتصدر المجموعة. وفي نفس الوقت فيتا كلاب كسب أو فاز على المريخ السوداني في السودان 4-1. كابتن شريف، زي ما قلنا بداية المباراة ظروف صعبة، المنافس صعب، الأجواء صعبة، وقدر سيمبا النهاردة يتغلب وياخد 3 نقاط ويتصدر من البداية. أجواء صعبة وظروف صعبة، ولكن احنا كان عندنا شكل أفضل بعد القوام الأساسي بتاعك أو اللعيبة اللي انت كنت ممكن تبتدي بيها المباراة. احنا عملنا سيناريو خاطئ للتعامل مع المباراة من الأول يعني. فكانت أسلوب اللعب بال4-3-2-1 أو 4-3-3 اللي احنا لعبناه مع اختيار العناصر اللي هي بتاعت 45 دقيقة الأولانية. حتى احنا لما واحنا قاعدين هنا اتكلمنا قلنا لازم يكون في تغيير، وتغيير سريع بعوامل اللي احنا طلبناها من قبل المباراة. يعني ما كانش ينفع أفشة وسلية يكونوا الاثنين خارج الفريق. يعني كنا نقدر يكون واحد فيهم موجود، وان كان هو سلية على حساب مثلا أكرم توفيق. احنا تخيلنا شكل حالة نقص الأكسجين، حالة اللعيبة، الإجهاد، كل ده. وفي نفس الوقت انت مش قادر، اللعيبة بتاخد مساحات وبتجري من جنبك، اللعيبة مش قادرة، اللعيبة مجهدة تماما والنفس بتاعها مش قادر يواكب سرعة اللعيبة بتاعت سيمبا. وسيمبا لايك مش ضغط عليهم في اي حاجة، بيستلموا سهل جدا. هم مفاجئين كمان، تفاجئوا ان فرقة نادي الاهلي مجهدة تماما في التفكير، في نقل الكورة، في السرعات، في التعامل، حتى ان هم يروحوا ناحية تانية على منطقة جزائهم. فكان عندهم جرأة ان هم ياخدوا الكورة ويفضلوا يجروا. ده اللي كان بيوضح لنا ان احنا فعلا لعبتنا في حالة اجهاد عامة بالنسبة بدنيا ونفس. النفس بتاع اللعيب ادم وقف مش هيقدر ياخده. احنا قلنا الكلام ده من خبراتنا، احنا كنا بنلعب عندهم هناك، مش هتقدر تاخده غصب عنك. مش انما تاني شوط انت وانت بتلعب يا كابتن ايمن تحس انك انت ضاعت 3-4 تجوان، انت اللي متحكم صحيح. في الكرة او ما بتنقل سليم وحد بيتحرك للعيب، لاي لعيب بيتحرك له، عندك انك انت تقدر تخش 18، عندك ان انت تقدر تهدف. انما حالة الجهاد بتخليك في التنفيذ بطيء، في التنفيذ مش مركز تماما. يدوبك اول ما بتجيلك فرصة بتبقى عايز تخلص منها، فبتروح لعبها زي محمد شريف كده، ما دسش عليها واحدة كمان وراح جاي شايط قنبلة في الجول. ما بقاش عندك التشويز، انت ما بتصدق تلاقي اي حتة تبان لك، تبقى عايز تحاول، عايز تصوب، عايز تعمل اي حاجة. اللعيبة عملت اخر تلت ساعة رسالة ان فرقة سيمبا مش اللي هي الفرقة القوية جدا اللي هي في الملعب اللي احنا شايفينه ده. حقيقة هما جابوا جول كويس قوي، وجول في اول تايم من تصويبة ومرهارة فردية، اي حتة في العالم توافق انت عجب. بس انت كان عندك فرص تاني، انت كمان انك انت فرصة واثنين وثلاثة في الشوط التاني انك انت اللي تخلص، انت اللي تتعادل وانت اللي تخش. حتى احنا كنا قاعدين بنتكلم مع بعض احساسنا ان احنا هنبقى جوه الجيم، مفيش مشكلة يعني. التغييرات بقى المتأخرة لازم نتكلم، يعني هنتكلم على التغييرات، نتكلم على التغييرات والحاجات دي نشوف يعني. كيف تفوقه على الأهلي على أرضه؟ هل هي أجواء؟ هل إجهاد؟ ولا الظروف كلها مجتمعة إجهاد والأجواء كانت هي السبب؟ هي كلها على بعضها، بس ابعد شوية الإجهاد ده. أنت مسافر بقالك فترة وانت مش مجهد من يعني، انت هل انت لو مجهد مش عارف تلعب نص ساعه 45 دقيقه حتى لو مجهد؟ لكن هو واضح ان التفكير في مباراه او الاستعداد للمباراه ما كانش فيه توفيق، لان انت فاقد كل عناصرك اللي بتديك القوه دايما. يعني فاقد حته الضغط، حته الجماعيه، حته الاستحواذ، حته ان انت مسيطر على الملعب كله. وانت فقدت يا ايمن كل ده لحاجه بسيطه جدا حصل. عايز تقول حاجه؟ كنت عايز اقول لك انت بتقول ان فقدت كل دوت من البدايه. ما انا بقول لك حاجه بقى، كل العمل، كل الترتيبه دي اللي اتكلم عليها كابتن شريف، اللي بتكلم عليها البدايه دايما لما بنيجي نتكلم يقول لك خد انت البدايه. انا قلت لك بين الشوطين ان الاهلي كان رد فعل، ما كانش فاعل. عمر نادي الاهلي ما كان رد فعل، نادي الاهلي دايما هو اللي بيبدا وهو اللي بيبقى مستحوذ وهو اللي بيفرض سيطرته في طريقته وشكله. انت سبت البدايه لسيمبا، حتى لو كنت ضيعت في فرصه ضاعت من بواليا عملها له كهرباء، طبعا اتكلمنا عليها كان لازم ياخدها يلم احسن من كده. لكن بعد كده ايمن انت فقدت البدايه، البدايه هو مستحوذ، هو عنده مساحه، هو اللي بيتحرك، هو اللي شكله كويس في الملعب، هو اللي منتشر كويس قوي في الملعب. انت
زي ما بيقولوا كده بتلهس ورا الكوره، بتجري ورا الكوره. جدك اللي ورا الكوره ده هتتعب. نفس اللي كان بيتكلم عليه كابتن شريف واللي كان بيتكلم عليه عادل، حته الرطوبه وحته انك هتتعب من الجري. ما هو الجري انت هتتعب نفسك، يا بتجري ورا الكوره يا بتجري بالكوره زياده عن اللزوم. صح. لكن هم عملوا الحاجه اللي انت كنت عايزها، بيمرروا الكوره، بيلاقوا نفس بعض كويس قوي بدون مجهود. عشان كده هو كان متحكم في رتم المباراه من اول ثانيه. من اول ثانيه هو المتحكم، هو اللي ليه شكل. انت فقدت نقطه كنا بنتمنى هي تعمل كويس قوي، لما تبقى بتضغط نص الملعب كنا بنتكلم فيها ايمن. انت عايز بقى انت مسيطر على نص الملعب، سيطره نص الملعب مش تيجي من غير ضغط، ما ينفعش. صح. لازم ضغط، كره القدم لازم ضغط على طول، حتى يا اما ضغط جماعي يا اما ضغط فردي، يا اما تقطع منك الكوره الضغط في المكان كره الكوره. كره القدم مفيش مره علاء في ضغط لما خدتها مظبوط. مفيش مره لما شتتهم، يعني ما اديتهمش حريه في اللعب. كويس، بس الكلام ده مش من الاول انت. بس في الاخر ضغطت عشان كبريائك. لكن انت الشراسه بتاعتك كمان انت مش موجود، ولا شراسه دفاعيه ولا شراسه هجوميه. الريتم هادي، مفيش تغيير في الريتم يا ايمن. في دايما بقول يعني الكوره مثلا عند اربعه لورا الريتم هادي شويه، نص الملعب ماشي، بعد كده التلت الاخير لازم في سرعه. انت هات كل الهجمات انت على ريتم واحد طول المباراه، الريتم البطيء اللي هو بيسمح له انه يرجع ويدافع وكل واحد يقف مكانه كويس قوي، يبقى انت عندك الفرصه صعبه جدا. ومع هذا ومع كل ده انت في الاخر اما ضغطت شويه بس حته الكبرياء كشفت اخطاء كتير لفرقه سامبا. صح. اللي احنا اتكلمنا فيها وقلنا دايما الفرقه الافريقيه عندها مشكله التمركز، عندها مشكله التغطيه العكسيه، عندها مشكله المساحات بين الاثنين. هات الفرص اللي جت للنادي الاهلي كلها من الكلام اللي احنا بنقوله ده. بس للاسف يا ايمن ما الاخطاء موجوده، بس اللي بيبان الاخطاء انت. وانا ممكن يبقى عندي اخطاء كتير جدا بس هي مش باينه عشان انت ما عملتش الحاجه اللي خلى الاخطاء دي باينه. أيوة. انت ما عملتش كده، ما عملتش كرة عكسيه، ما عملتش التمرير اللي هو في القلب اللي هو واحد زي محمد شريف، الكره اللي جات له، الكره جات لديانج اللي عملها له ايمن اشرف، اتعملت يعني متاخر الحاجات كل دي، اتعملت متاخر. ليه ما عملهاش بدري؟ هي متاخر عشان اللي هو فجاه يا جماعه ما ينفعش نتغلب، ده احنا النادي الاهلي. حته الكبرياء بس هي من جواك، حته اللي هي من جوه اللعيبه حصل. لكن هي من الاول لازم بدات طريقه لعبك، لازم كنت تبدا انت مستحوذ كويس قوي، بدايتك تبقى جامده جدا حتى لو مش هجوميه لكن دفاعيا قوي جدا. واقف كويس قوي. سيمبا طمع فيك ليه يا ايمن؟ لانه بيعمل كل حاجه ماشيه. أيوة. هو سيمبا بيشوف بيلعب لعبه العادي، لان كل حاجه بيقدر يعملها كويس، المساحات موجوده، التمرين موجود، واحد على واحد موجوده كتير قوي، التغطيات مش هي، بيعمل كل حاجه فلقاها مباحه عشان انت سبت له. اي لعيب للمره مليون لو سبت له من غير ضغط ومساحه هيتصرف كويس، مع ان الفرقه دي فيها لعيبه كويسه تحترم خصوصا. أيوة. في الجزء الهجومي. ولكن قل ادائهم الفني حتى البدني، قل الشوط الثاني جامد، لان هو جري في الشوط الاول كتير قوي وبدور على الهدف، وبعد الهدف هو برده خايف لان ده النادي الاهلي ممكن يتعادل، فهو قلقان على الهدف، عايز احافظ على الهدف. والشوط الثاني بدا وكان شكله كويس على فكره، لكن في الاخر هو بان ان هو تعب عشان انت دوست. هو مش تعب يا ايمن، هو رتم واحد، انت اللي غيرت. أيوة. انت اللي غيرت رتمك، اللي انت قلقان، انت ما ينفعش تغلب، انت شخصيه النادي الاهلي. ما فينا حراره كده حصلت من جواك مش عايز تخسر، انت اللي عملت كده. انما هو رتم واحد، هو حتى كان بيخلي الكره في رجله كتير قوي، بيستهلك وقت، وده ذكاء لعيبه. وانت برده مش عامل الضغط المناسب اللي لازم تطلع، مش قادر كده. مش قادر ومش عامل كمان من الاول يا كابتن شريف. انت مش بص يا ايمن، انت بدايتك راحت منك بدايه المباراه، ما عرفتش ترجع بين الشوطين. الشوط الثاني نفس الشكل برده، يعني مش يعني اللي يخش اللي يتفرج على المباراه الشوط الثاني يحس النتيجه 0-0 او الاهلي غالب 1. مزبوط. لكن مش الاهلي خسران 1. صح. ما يبقى ما مش يعني مش النادي الاهلي بقى خسران 1 وهو ده الاداء وهو ده الريتم بتاع البتاع وده كميه الجري ودي الضغط. لا، المفروض كانت حصلت كتير قوي في بدايه الشوط الثاني. لكن الهزيمه دي حاجه بتحصل على فكره، مفيش فريق ما بيغلبش. طبعا. لكن احنا بنتكلم في الشكل بتاع المباراه، اي فريق ممكن يخسر عادي جدا، لكن الفرقه الكبيره لما بتخسر يبقى بتبقى صعب عليها شويه. أيوة. صعب على النادي الاهلي يخسر، خصوصا النهارده كمان ان فيتا كلوب كسب، يعني دلوقتي سيمبا فيتا كلوب وانت الترتيب الثالث، اللي احنا كنا بنتمنى بعد مباراه النهارده يبقى انت الاول. ده مش يعني مش مشكلتنا، لسه عندك وقت ولسه عندك مباريات، لكن احنا بنتكلم على شكلك لازم يتغير. حتى النهارده لو في اخطاء كتير جدا انا موافق، اخطائك مع بدايه التشكيل الجديد كنت بتتمنى حاجه ما حصلتش،
ممكن لازم كل خطا بيحصل ايمن الناس اللي بتحب تنجح تعالج الخطا ده بعد كده. كان ممكن يتعالج الخطا من الشوط الثاني من بدري. الشوط الثاني من بدايه الشوط الثاني كان ممكن التغييرات تحصل بسرعه، تغيير لعيبه وتغيير فكر لعيبه في الملعب وتغيير شكلك لازم. كان ضغط وضغط كويس. ابص ايمن اللي فرق معاك النهارده حاجه في كره القدم هي كلمه بس هي فرقت معاك، ضغطك. انت ما كنتش عامل ضغط النهارده، لعيب الكوره من غير ضغط النهارده ما 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 انا سايبك تعمل اللي انت عايزه في الملعب سهل بالظبط. مع لعيبه كمان ايه يا ايمن، لعيبه كويسه. يعني عارف لو انا عامل ضغط على لعيب تعبان مش هيبان. يعني ممكن النهارده الاخطاء اللي احنا اللي عملها لعيبه النادي الاهلي مع فريق متواضع مش هيبان حاجه خالص. لكن انت اخطائك النهارده مع فريق الى حد كبير فريق كوره كويس، التسليم والاستلام عنده امتياز، شايفين بعض كويس قوي، فعشان كده انت ظهرت النهارده بالشكل ده. بس ماشي بعد كده اتعلم ان هلعب ثلاثه، العب ثلاثه مفيش مشكله، بس ثلاثه عشان ليها مبدا انا عايز استحوذ. لكن ثلاثه كله بيحلق في كره القدم، كله بيحلق، مفيش حد بيعمل ضغط خالص، الضغط مش موجود. طب ما خلاص ثلاثه هتلعب، العب خمسه في نص الملعب بس خمسه بيحلقوا ولا ليها لازمه. لكن ممكن العب باثنين في نص الملعب لكن بيضغطوا، تحس ان انت مستحوذ وانت شغلك كويس وانت اللي معاك الكوره. لكن هي النهارده المشكله حته الاستحواذ، حته الشراسه الهجوميه مش موجوده، شراسه وغيرتك. يعني ليه اللي حصل اخر خمس دقايق والوقت الضايع ما حصلش مثلا من نص الشوط الثاني؟ الشراسه والغل والغيره على النادي الاهلي ما حصلش ليه؟ كنت ممكن تتعادل، كنت ممكن تكسب، بس انت فقت متاخر قوي، عشان كده خرجت المباراه كده. مباراه باخطائها بكل حاجه بتنتهي، وعارف كل مباراه الواحد بيتعلم. مظبوط، كله بيتعلم اكيد يعني. مظبوط. كانت مسامة أول هزيمة للنادي الأهلي من فترة في البطولة الأفريقية، اتصعبت الأمور من البداية ولا الأهلي قادر يرجع بسرعة لتصدر إن شاء الله بإذن الله المجموعة؟ لا، هارد لك طبعا للنادي الأهلي، يمكن أول هزيمة كمان لمستر موسيماني غير بايرن ميونخ. يعني سيبك من بايرن ميونخ، لا طبعا دي بره قوة، يعني قوة واضحة يعني في العالم. فهارد لك، والوقت طويل، والنادي الاهلي انا حتى من غير ما اشوف فرقه فيتا كلاب انا متاكد النادي الاهلي هو افضل فرق المجموعه. والنهارده رغم ان فرقه سيمبا عملت ماتش كويس، لكن برضو النادي الاهلي اقوى منهم. والنادي الاهلي في يعني اقول ايه نص حالته النهارده، مش حالته الطبيعيه، كان قادر انه ممكن يجيب اهداف بسهوله سواء الشوط الاولاني او الشوط الثاني في فرص مؤكده. فدي ما تقلقكش في المجموعه خالص. انا يعني الايام ان شاء الله جايه، وانا بقول لك النادي الاهلي هيبقى اول المجموعه ديت، وواحد من سيمبا وفيتا كلاب هيبقى الثاني، وغالبا سيمبا يعني غالبا لانه كسب فيتا كلاب خارج ملعبه يعني في الغالب يعني. فدي مش مقلقه بالنسبه لي يعني، ان النادي الاهلي يتصدر ان شاء الله المجموعه مع الخمس مباريات او الاربع مباريات المتبقيين يعني. بالنسبه للتشكيل في بدايته ما فيهوش مشكله، احنا قلنا انه كتير جدا بتلعب بثلاثه ارتكاز وسط الملعب، ولكن احنا قلنا بتتكلم على الطريقه ما فيهاش مشكله. عادي كتير جدا لعبنا 4-3-2-1 او 4-3-3 يعني في مباريات كتيرة، الاتحاد سكندري وكسبنا هنا 4، في مباريات في بطولة كأس العالم لعبنا واحدة من مباريات كده، في سوني ديب لعبنا كده. يعني أقصد إن الطريقة نفسها كطريقة مفيش مشكلة إنك تبدأ كده، ولكن إحنا قلنا إيه تنفيذ المهام، المهام اللي جوه الطريقة. إحنا قلنا إنه التلاتة الارتكاز عشان يأمنوا أكتر وحيد وهاني، ولكن المشكلة الشوط الأولاني كان فيه ثغرة واضحة في بالذات النواحي اللي هي الهجومية لفرقة سيمبا من الباك رايت اللي هو شوماري كابومبي اللي هو نمرة 12 عمل ماتش كويس جدا ومن نجوم اللقاء، هو وشامة اللي هو 17 كانوا عاملين جبهة ناحية دي كويسة. فالمساندة من وسط الملعب ناحية وحيد ما كانتش قوية برضو. في التكملة الهجومية مع الثلاثي الأمامي احنا قلنا بنلعب بثلاثة ارتكاز عشان بتتكلم في الأول على المساندة الدفاعية الأول مع محمود وحيد. كانت واضحة انه اكتر من كرة خطر جدا
من الطرفين بس كانت ناحيه وحيد اكتر كمان من الباك رايت نمره 12 وبقول لك هو من نجوم اللقاء ورقم 17 اللي هو اسمه تشاما ده برده كانوا عاملين جبهه جامده. التغطيه كانت متاخره من ناحيته كان اكرم توفيق او احيانا لانه حمدي فتحي كان بيلعب قدام ياسر ابراهيم وبدر بنون وكان يمين ديانج وشمال اكرم توفيق ومن ياسر برضو ابراهيم كان بيضم لجوه مش قافل شويه مزبوط. كان في جاب كبير بينه وبين محمود وحيد فانا اقصد انه الطريقه نفسها كطريقه لعب ما فيهاش مشكله ولكن تنفيذ المهام كان فيه قصور شويه الجزئيه اللي كابتن شريف وعلاء اتكلموا فيها اللي هي ما كانش فيه ضغط كويس في وسط الملعب على اللعيبه بتاعت سيمبا ولذلك كانوا بيتنقلوا الكوره بين الخطوط سهل يعني استلام وتسلم سهل يعني احنا قلنا ان فرق تنزانيا زي فرق اثيوبيا حتى لو هم ضعاف كتيم في الشكل الدفاعي وكده ولكن هم بيحبوا يلعبوا كره على الارض يعني مش من الناس اللي بيقعدوا يلعبوا كور طويله على طول للامام وقلنا انه مكسبهم الاولاني مديهم ثقه خارج ملعبهم فمش مضغوطين فتحس بينقلوا الكوره باريحيه في وسط الملعب وقدام خط الديفنس بتاعنا حتى في كوره تلاقي الديفنس متاخر شويه جوه ال 18 ومفيش الحته اللي علاء كان بيتكلم فيها اللي هي الضغط الشديد على لعيبه وسط الملعب صحيح. فدي كانت عامله مشكله شويه مش برده مش عشان الطريقه احنا بنقول عشان المهام كويس الشوط الثاني الامور اتحسنت شويه ولكن انت حاجتين فرقوا معاك كتير قوي طب هي الشوط الاولاني قبل ما نخش على الشوط الثاني احنا ما لعبناش بضغط عالي من قدام مش مهم كويس. مظبوط مظبوط انت بتقول ان ما كانش في ضغط في نص ملعبنا ايه اسباب يعني أسباب؟ ايه الاسباب ايوه ايه الاسباب يعني هل اجهاد والله هل الرطوبه زي ما قال الكابتن عادل قبل المباراه انا مش عايز احمل كل حاجه للرطوبه وللجو وبتاع لانك انت في فترات طويله في المباراه ابتديت لما ضغطت كويس وابتديت تسيطر على الكوره وما اعرفش ممكن يكون الاجهاد بتاع كتر الماتشات اللي حصلت في الفتره الاخيره بطوله كبيره انت لعبها في 8 ايام 3 ماتشات في بعديها ماتش المريخ بعديها باربع ايام بعديها على طول الماتش ده ممكن تكون ده عامل اذا قلنا عامل الجو ساعد شويه لكن مش هو ده السبب الرئيسي من وجهه نظر مش ده السبب وده الرئيسي. دليل على كده انك انت احسن وقت لعبته هو اخر 10 دقائق في الشوط الثاني يعني اللي هو الوقت اللي المفروض بقى يبقى اللعيبه هناكت بدنيا يعني أي. لكن انت كنت قادر يعني وفي محاولات وفي عدد كثافه جوه ال 18 وفي فرص حتى هم نفسهم لو قلنا ان الجو هو السبب الرئيسي الاولاني طب ما هم نفسهم الشوط الثاني تحس ان رتم ادائهم صحيح في حاجات بيعدوا بيها فرديه وفي شوطات شط على السده وفي انفراد الشناوي طلعوا ممكن يكون ولكن الجو اتظبط شويه الشوط الثاني مثلا مع نهايه المباراه ماشي ممكن يكون الشمس قلت شويه ممكن ايا كان ممكن الشمس راحت خالص ممكن الشمس تكون راحت ممكن تكون الدوافع بقى اللي هي زي ما علاء قالها الغيره دي بتاعت النادي الاهلي ان انا النادي الاهلي ازاي اتغلب وبتاع اديت بتدوس على نفسك على الاخر يعني فاهم فدي ممكن تكون برضو اديت الجزئيه دي ان احنا النادي الاهلي ما نتغلبش خارج ملعبنا او جوه ملعبنا ما نتغلبش في اي حته بنحاول نكسب كل اللقاءات الحاجه الثانيه اضاعه الفرص السهله انت الشوط الاولاني في فرصتين سهلين جدا تقدر تجيبهم اجوان واحده الكهرباء وواحده لبواليا الاستلام الشوط الثاني في فرصتين ثلاثه تقدر تجيبهم اجوان يعني كود الشريف عملها كويس بس الحارس طلعها صراحه باقتدار اللي هي مروان اشترك بص يا كابتن دي بتاعه دي فرصه كهربا اللي في البدايه دي راحت لكهربا هو خدها صح لانه هي نكمل هي نطال وطبيعي ان يشوط بس هي عليت منه شويه ايه اللي عملها بص يا كابتن أيوة. واحده على طول ايوه هي دي تحرك هايل من كهربا طبعا ورؤيه كويسه جدا من اجاي لمسه من اجاي اتلعبت له في الحته الفاضيه هو خدها كان لازم بس هي تتشاط ايمن بس ماشي. هي عليت منه سن بالظبط يعني هو كهربا كمان بالذات يعني عارف في لعيبه تانية ممكن اقول لك ايه بيعملها اي كلام وخلاص لكن كهربا ليه اهداف وليه مواقف انه بيعرف يلطش على طول فهي كانت بتنط ومريحه يعني هي شكلها لازم يعني تتشاط مغري ان هي تتشاط بس هي عليت منه شويه دي بقى فيها عدم توفيق ممكن نكملها
اتعملت كويس. اتعملت كويس قوي من اجايه ونطت وهو شايط، يعني طبيعي ان المهاجم هيفكر في كده يعني. لكن هي عليت فوق العارضه هارد لك دي. لكن في كور تانية الشوط الثاني مثلا ايمن اشرف اول ما نزل عدى وعمل واحده لديانج، بس طبعا ديانج مش متمكن في دماغه، كانت سهله جدا ما فيش حد حتى الباك ليفت او اللي هو مش مغطي. واحده تانية لشريف بس قلنا حطها كويس يعني كويس. انا اقصد الشكل الشوط الثاني تحسن كتيرا في الحته دي بالذات في الفتره الاخيره بالزبط. بس انا قلت اضاعه فرص. الحاجه الثانيه اللي انا شايف ان هي برضو التأخير اتغير شويه، التغيير اتأخر شويه يعني. اولا هنتكلم عليها، هنتكلم عليها ساعتها ان شاء الله يعني. دي يعني انا اكتر، انا بقول اكتر حاجتين فرقوا عدم الضغط الشوط الاولاني واديت مساحه انك فرقه صح. والحاجه الثانيه اضاعه الفرص السهله، انك انت كان في فرص تقدر تخلص فيها. ثالث حاجه التغييرات اتأخرت شويه بالنسبه للمهاجمين شريف ومروان، لان في فتره كان احنا مغلوبين كده كده وشكلنا قربنا صح، بس هي اتاخرت شويه وهم كمان كان ادائهم قل. صحيح كابتن عادل، انت قلت بالاول ان الارض والاجواء هيبقى ليها دور كبير جدا النهارده في تحديد نتيجه المباراه. ومتخوف، وقلت لك متخوف من المباراه في بدايه قبل في بدايه الاستوديو، قلت لك متخوف جدا عشان ال 21 يوم اللي اتكلمنا عليها، بطولة كأس العالم للأندية، أجواء تخرج من أجواء لأجواء لأجواء، وما زلت أنا مصمم على دي. أنا عاوز أسأل سؤال، هل فرقة سيمبا أحسن من الفريق البرازيلي اللي لعبناه، ولا أحسن من الفرقة الدهيل اللي إحنا لعبناها؟ لا الموضوع مش كده خالص. هل لعيبة النادي الأهلي، هل مثلا لعيبة النادي الأهلي عندها طاقة وبخلانة بالطاقة عليك؟ أنا بكلمك من وجهه نظري لا طبعا، هم مش قادرين ياخدوا قرار في الملعب، الموضوع صعب جدا. انا بكلمك بمنتهى الامانه، انا عمري ما برر هزيمه ولا احب ابرر هزيمه ابدا، وما بحبش ان انا اقول احنا في شماعه للهزيمه، لكن انا بكلمك على حقائق حصلت. بكلمك على جو طالع من جو شتوي هنا في مصر، رايح على سفر قد ايه وقت كبير قوي، وبتغير نومتك ثلاث مرات في 20 يوم. انا مش بدي مبرر للعيبه، بس انا بقول لك اللي حصل، اللعيبه مش في اوقات مش قادرين ينفذوا اللي في دماغهم. لعيبه النادي الاهلي عمر ما حد بيلعب عليهم كوره ولا يباص عليهم كوره، ما كانش بيضغطوا، انت شفته كتير ان ما كانش بيضغطوا كتير قوي، حتى القرارات اللي كانت بتتاخد قرارات فيها اجهاد وفي اجهاد كبير قوي، حتى الضغطه في الجون اللي دخل فيك، الضغطه من اللاعبين متاخر شويه. القرار يا كابتن لما بيكون في ارهاق وسفر وتعب وحاجات كده ومش مبرر، وما زلت بقول هو مش مبرر اللي انا ببرره، ولكن انا بقول لك على حقائق حصلت. مش معظم اللاعبين مش قادرين يعدوا حته كرشه النفس بتاعه الجو الصعب، الرطوبه الصعبه. وانت عارف لو احنا عندنا كمان رطوبه في مصر في الوقت ده، او عندنا حر في مصر في الوقت ده، ورايحين نلعب في وقت حر متشابهه شويه، اقدر لا في اختلاف شويه، لكن انا بكلمك على حراره كانت بتبقى 16 بيقابلوه هنا و14، واحيانا بالليل بتبقى 7 و8، واوقات في الظهر بتبقى حوالي بتوصل ل 16 وفي ايام 12، وترجع تروح تلعب في اجواء حاره جدا واجواء رطوبه. لا في كان النهارده بدلك من للنادي الاهلي في الوقت اللي انت رحت لعبت فيه مباراه في مكان، بعد ما عديت كاس عالم انديه، وبعدين لما عديت المريخ، وبعدين لما سافرت وجيت. دي حاجة. الحاجة التانية المهمة اللي أنا عايز أقول، الإصرار اللي كان آخر 10 دقايق من لعيبة النادي الأهلي، زي ما الكابتن علاء قال، ده كبرياء النادي الأهلي. اللعيبة خلاص يعني استنفار من لعيبة النادي الأهلي، لكن أنت مفيش لعيب عاوز يشيل جهد، مفيش لعيب عاوز يشيل جهد ولا يبخل على جهد في النادي الأهلي. أنا بكلمك بمنتهى الأمانة، إحنا مش لعيبتنا كده ولا فرقة النادي الأهلي كده. أنت بتلعب في أقصى، أنت بتلعب البايرن بتجري جري فوق طاقتك علشان تقابل فرقه زي الباير. يعني انا بكلمك بمنتهى الامانه، مش مبرر ليهم، ولكن في حاجات ممكن يكون النهارده مثلا عدم خبره من بعض اللاعبين، عامل الجمهور على اللعيبه. عامل الجمهور على اللعيبه برضو. في انت خلي بالك كابتن، اللعيبه دي عمرها يعني مش عاوز اقول احنا قلنا كده قبل المباراه كابتن، انت من سنه 2011 في مصر
ما بتلعبش بجمهور. انا مش برضو مش مبرر، رغم هذا انا بقول قدام الناس ده مش مبرر ان احنا نخسر، ولكن ده مبرر الاكسجين. ولكن مفيش اكسجين في الملعب. لكن انا مش انا بتكلم يا كابتن شريف في ايه، احنا عمرنا ما بندي لنفسنا مبرر، بس انا بقول لكم على ظروف صعبه. ممكن الناس في البيوت تبقى شايفه لعيبه النادي الاهلي، ليه لعيبه النادي الاهلي ما بيجروش كده؟ لازم نقول ان ليه في طبيعه النادي الاهلي الملعب هناك ما فيهوش اكسجين. يا كابتن لعيبه النادي الاهلي ما بتبخلش على ناديها، وبدليل ان هم ابطال من قيمه 10 ايام بس، ابطال واخدين الثالث، وانا منوع على الموضوع ده. كابتن اسود علم، انت بتتكلم على الاستشفاء يا كابتن، لما نيجي نشتغل عليه، لما تشتغل على ثلاث مباريات اقصى حمل، انت بتتكلم في الباير، المفروض اي لعيب يا كابتن في الباير كان بيجري في الدوري المصري، انت بتجري كام كيلو؟ من 8 ل 9 كيلو اقصى لاعب. لكن في الدولي لما لعبت الباير ممكن يكون اللعيبه عدت ال 11 ال 12 ال 12 يا كابتن. وبعدين انت بتلعب الدهيل، وبعدين بتروح على المركز الثالث في برونزيه عالم، فتاخد برونزيه العالم بتتعب وتجري وتموت نفسك والاجواء مختلفة. او الاجواء يا كابتن في حاجه اسمها فرق. انا يا كابتن تعال نقولها كده للناس المشاهدين في بيوت، انت لما بتغير نومتك من مكان الى مكان، انت بتقول انا تعبان وما بعرفش انام. انا بكلمك، راحوا قطر ناموا في لعيبه لعبت ونامت في قطر، وبعدين رجعت لبيوتها تاني، وبعدين انت عارف بيبقى فيه معسكرات ومسحات وشد عصبي وحاجات كده من هذا القبيل، وبعدين يروحوا على معسكر عشان يسافروا، ويسافروا بطيران ويروح يغير نومته تاني. هم مش الات، لكن الاداء كنا ممكن نعمل احسن من كده كتير قوي بالروح الاعلى. ولكن انا بحس ديانج اعلى لاعب في النادي الاهلي جاريا النهارده، هو بيجري ورا اللعيب، انت تشوف في تعب وتعب كبير. صحيح. هل ديانج الوحيد اللي كان تعبان؟ معظم لعيبه النادي الاهلي كانوا تعبانين في حته الجري والتتابع ورا اللعيبه، هم لعيبه خفاف الاكسجين عندهم. علشان انا يا كابتن لما قلت لك قبليها، لما اخرج من اجواء شتويه الى الاجواء الصيفيه دي اللي بتاثر، لكن لو العكس مش هتاثر تماما. دول واخدين على الـ على الـ على الـ على الجو ده، وبيلعبوا في الجو ده، وفي الوقت ده هم حتى ضغطوا على النادي الاهلي. ما فيش فرقه تبقى بطل افريقيا او ثالث عالم وانت فرقه، مع احترامي لسيمبا، انك انت تضغط على النادي الاهلي، لا، هم بيستغلوا عامل الجو اللي حصل ده من وجهه نظر. ولكن في الاخر مباراه وعدت، المفروض ان احنا نهتم شويه بحته الاستشفاء، ودي مهمه جدا، لازم نرجع لحته الاستشفاء تاني باسرع وقت. الحاجه الثانيه المهمه، في لاعبين لازم يبقى في مراجعه لنفسهم شويه، لما يجي لك فرصه امسك فيها قوي وحافظ عليها قوي، لان العدد الايام الجايه اللي راح هتبقى اكتر، فتلاقي الاداء هيبقى افضل وهيبقى احسن، فهتقعد. أيوة. فعلشان كده بنتكلم لحتى المستر موسيماني، احيانا احنا بنتاخر في الهدف وبنلعب للشوط الثاني، واحنا اتكلمنا ومزدنا احنا يمكن واحنا قاعدين مش كل وقلناها اكتر من مره، وانا اتكلمت فيها اكتر من مش كل مره هتسلم الامر انك انت هيجريك الجو. يعني انت النهارده كنت بتلعب على عامل بقالك مده، بتلعب على عامل اللياقه البدنيه الشوط الثاني وبتكسب في الشوط الثاني، كان ايه اللي بيحصل؟ بتكسب المباريات. لكن لما كان عندك اجهاد النهارده ومن البدايه، لما جيت الشوط الثاني انت ما قدرتش تلعب على ال 10 دقائق الاخيره. وده حلاوه الروح اللي بيتقال عليها، اللي هو اللعيب بيموت نفسه خلاص، يعني حاسس ان الوقت بيخلص، لكن هو بياخد النفس الثاني اللي هو النفس الـ الاراده، لكن مش اللياقه البدنيه. يعني انا شايف انه احنا ننسى المباراه. المجموعه مش بنقول اتصعبت، كل مجموعه اتصعبت. السنه اللي فاتت كانت المجموعه متصعبه، انا ماشي الهلال والنادي الاهلي قادر على انه يسترجع. المباراه الجايه ان شاء الله نكسب هنا ونتربع على قمه المجموعه، وان شاء الله احنا يهمنا ان احنا نعدي الدور الثاني، لان الخطوات اللي هي عاوز اقول لك التصاعديه لاي فرقه بطل مش لازم تبداها قوي قوي. انت كسبت المباراه الاولانيه كويس وبرافو عليك، ماتش المريخ 3-0، الماتش ده هارد لك انك انت اتغلبت، واتغلبت مش يعني غلب كبير، انت مغلوب 1-0، وده انا مش بحفز ان انا اقول ان كويس انك انت اتغلبت، لا بالعكس
لكن خلاص انتهى الموضوع، عدى الموضوع خالص، ترجع مصر تعمل استشفاء بتاعتك، تلعب مباريات الدوري الناقص عندك، انت عندك مباريات هتتضغط الايام الجايه، فيجب انك انت تتخطى تتخطى تتخطى، لانه البطل لازم يعدي الحواجز دي وبسرعه 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 عشان يوصل لايه؟ للاخر، لهدفه، زي ما احنا بنعمل طول عمرنا كده، بنعمل كده. هدفنا كان السنه اللي فاتت ان احنا نتخطى الحواجز عشان نوصل للتسعه، ان شاء الله هنتخطاها. ومفيش حلاوه، يعني مفيش حاجه هتيجي 100%، مش حلاوه من غير نار زي ما بيقولوا، وكمان يا كابتن مش هتيجي 100% يعني، وانت مش لوحدك يعني، خلي بالك يعني الفرق اللي قدامك هتقعد تجرب. وانا قلتها قبل كده، النادي الاهلي بيبقى عيد عند اي فرقه طبعًا. عند سيمبا كمان انت بتلاعب يعني انا مثلا لو رحت، مع احترامي لاي فرقه تانية، مش انا ما بتكلمش على مصر، بتكلم على الفرق اللي بتلعب بعضيها في افريقيا، لو راحت فيتا كلوب لفرقه سيمبا مش هتلاقي الشحن اللي ضده كده والحاجات دي كلها، ما بيحصلش الحاجات دي يا كابتن يعني. ولكن في الاخر لازم نتعلم بقى الدروس المستفاده، ان احنا نتعلم من اخطائنا، واحد هنقولها يعني هي دي بقى اللي احنا نتكلم فيها في الوقت المناسب، ولكن مش عايزين نجلد نفسنا ان احنا ما كناش كويسين قوي والحاجات، لا عادي، انت كنت فترات مجهد جدا وليك عذرك، انا بتكلم العذر البدني النفسي السفر الحاجات دي كلها، وان شاء الله الايام اللي جايه ترجع نفسك وتبقى افضل. ده وجهة نظر يعني، باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وقبل ما نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار تعالوا نروح لوقائع المؤتمر الصحفي الماتش النهارده ونشوف مستر موسيماني قال ايه بعد المباراه. ووتر بواليا جات له فرصه بس ما سجلهاش، وما للاسف ما ترجمناش الاهداف قدرنا kind of وفي الفرصه زي دي بتاع ماتش الفرصه الواحده، فده بيجيك فرصه على الاقل ترجع فرصه واحده للهدف. حتى في الشوط الثاني لاحت لنا فرص، كوره لشريف، فرصه لشريف وحمدي وجونيور وديانج، للاسف لك زي ما قلت قبل كده، دي بتبقى ماتش بترجم على الاقل ترجم فرصه واحده لجون، استغل حتى فرصه من الفرص اللي جات لك جون عشان ترجع للمباراه. But we adapted in the second half. لكن احنا الشوط الثاني رجعنا للمباراه، اقلمنا نفسنا على الاوضاع على الاجواء اللي حاضر الشوط الثاني. ودايما انا بقول ان احنا عندنا مشكله في الشوط الاولاني. But yeah, congratulations to Simba. لكن بهني فريق سيمبا على الفوز. After this defeat, coach, going forward, your next game is away. كوتش يا اسف. What after this defeat? What lies ahead as a coach? There's five games to go. بعد هزيمة دي هتعمل إيه؟ قالوا في خمس ماتشات لسه جايين. There's five games to go. أربعة. As Egyptian journalist, I want to make my complaint against what the disrespect what you happened with, what we made with us. Can we have a question? Yeah, can we have a question? Yeah. But it's my job. No? But why you dictate? Why you dictate? I asked you, are you asking questions? You said you're not asking. Yeah. You, as calm, calm down. As what I said, the media tribune is not that good for what we cover for COVID, the fight for COVID. Also, what happened through the organizing of the game, through, not cap, through Simba responsible, was so bad. I'm an Egyptian journalist. Am I right to say that? Yeah, yeah. What happened is that You prefer to play with the two midfielders.
two open spaces, and it was okay. But in spite of that, we didn't win. We made it because of the weather, the hot weather, or because the physical condition of the players. Yeah, but when you come to conditions like this, it's very difficult to you need to adapt. لما تيجي في أجواء زي دي صعب تأقلم تأقلم بسرعة. And we knew that as the game goes on, our chances will come. احنا كنا عارفين لما الماتش يستمر ويبتدي مع الوقت هيجي لنا فرص. And we tried to have a little bit more people in the midfield, yes. وحاولنا زي ما حضرتك قلت حاولنا نزود الثلاثة وسط الملعب ثلاثة ديفيدرات ثلاثة ارتكاز وسط الملعب مش اثنين زي ما بنلعب. We must also give them credit. They are very good with interplay. بس برضه لازم نتكلم وديهم حقهم بيلعبوا كويس جدا في المساحات الضيقة وبيلعبوا بصوت كويس قوي. Second half we sorted it out. لكن الشوط الثاني عرفنا نعالج المشكلة لما تطلع بالكورة. We took the game. ومسكنا الماتش. But it's not all about the tactics. It's about the conditions. هو بيقول بس النقطة مش مشكلة يعني مشكلة خططية مشكلة الأجواء نفسها كانت صعبة. الأجواء والطقس صعب جدا تلعب والجو ده صعب تلعب فيه كورة كويس. But okay, a big stadium like this got lights. Maybe play in the evening at this time at 5, at 6 could be good for football. But أعتقد ملعب زي ده لعبت الساعة 5 الساعة 6 في وقت يكون الحر راح الجو بقى أهدى شوية هيبقى أفضل لكرة القدم بوجه عام الماتش يعني. Everybody has the right to play the time that he wants. لكن هو طبعا كل فرقة ليها حرة تلعب في الوقت اللي يناسبها يعني. It's okay, we have 5 more games to go. So عندي لسه ماتشات 5 ماتشات 4 ماتشات يعني نلعب. First, our luck for the game. We did a very good game, despite of the bad weather. The bad weather. 5,000 pounds. How it's not how to have 5,000 fans here. Yesterday told us 15,000. Today is 50,000. I don't know how until now. Despite of that, we played for the second half. We played better when the heat decreased a little bit. And a bad luck we had for Mohammed Sharif in the last minutes. How do you see the defeat who can affect the performance of the club or the punishment of the club for the competition or not? No, we have a long way to go. That is a very طويل قدامنا. One loss doesn't mean that we are out of the tournament. وهزيمة مش معناها ان احنا خرجنا بره البطولة لسه لينا حظوظ. Give Simba an opportunity. There are 6 points. بتدي فرصة أكبر لسيمبا طبعا هم عندهم 6 نقط دلوقتي بعد الفوز. But we have 15 points to 12 points to play for. بس لسه بنلعب 12 نقطة فاضلين. So yeah, we have to be positive. لازم نكون إيجابيين. And we can do it. ممكن ننجز ده ممكن نتأهل إن شاء الله. We did not want to accept the defeat. احنا طبعا مش طبيعي احنا ما كسبناش المفروض ما يتقبلش بسهوله الهزيمه بس you could see with the tactical changes everybody up احنا عملنا كل عينا وعملنا تغيير خططي ولعبنا استخدمنا كل الاوراق بتاعتنا حطينا اثنين روس حربه لعبت تقريبا كل الناس جوه قدام دورت كل الناس اللي قدام عشان يعني بغيت نحقق الهدف ونجيب جول وجات لنا لحقت لنا فرص بس للاسف ما ترجمناش لاهداف ما سجلناش منها it's not good to lose we are not happy we are feeling bad طبعا مش كويس لحقت تخسر احنا مش مبسوطين احنا طبعا حاسين ان احنا مش مبسوطين احنا اتغلبنا طبعا we have to be professionals and fix بس لازم نكون محترفين وتركز ونكسب المباراه الجايه ونحس نتخرج نفسيا من اللي احنا فيه ونحس ان احنا افضل ونكسب المباراه الجايه ان شاء الله It's normal to play against 50,000. Look, you know there are things that are happening that are beyond us as coaches or football. في حاجات بتبقى غصب عني انا مش علاقه بيها كمدرب او if the government allows 50,000 او يعني لو الحكومه هنا سمحت ب 50,000 وخلاص هنعمل what can you do هنعمل ايه the whole world is not that's not happening in the whole world طب ده اللي حصل هنا ما بيحصلش في العالم كله عشان الكورونا بس خلاص هنعمل ايه you understand and if it was possible and it's easy for us you know we can fill the stadium in Cairo طبعا احنا انت عارف احنا في مصر لو لعبنا بجماهير ممكن نملى المدرجات كلها but it's beyond football it's whatever is happening in Tanzania is whatever is happening they allow 50,000 people to come to the match ده حاجه ليها علاقه بالكوره دي بتحصل دايما حصل في تنزانيا ده بيحصل في الكوره دايما هم سمحوا ب 60,000 يحضروا خلاص هنعمل ايه look after ourselves and نركز على نفسنا دلوقتي and make sure that we come out متاكد نخرج باللي احنا فيه ده بسرعه the way we came in
ونرجع بالطريقه اللي كنا فيها ونتقدم لقدام. خلاص ننسى الهزيمه ونتقدم لقدام. دي حاجات حكوميه، دي قرارات حكوميه باللي عادي الجماهير ما اقدرش اتدخل فيها. وده سؤال كويس من حياتك بس هجاوب اقول ايه؟ ما فيش اجابه عندي، انا مدرب. بكاف بس اوكي اتفضل. As a coach, you are not responsible of the audience, despite of the COVID-19. But as a coach, what all the troubles you meet the players in the dressing room, in the power and everything, all the problem you meet face during the game, did it affect you before the game, and even the result, the troubles? You see, we are Ali. احنا الاهلي. We cannot feel like we are bad losers. المفروض ما بقاش خسرانين سيئين، تقبل الخساره المفروض تقبل الخساره. We need to be exemplary as the club. ندي مثل احنا كنادي. I'm talking about the players and the technical team also. نتكلم على بتكلم على اللاعبين وعلى الجهاز الفني يعني. The management will be there to say what they want to say because of course there were a lot of things happening. طبعا في حاجات كتير تتقال، في حاجات كتير جدا حصلت بس but it's okay. بس اوكي في الاخر معايا يعني. We should accept. لازم نقبل. All these other things that are happening. كل الحاجات اللي حصلت لازم نتقبلها وخلاص. The players and لاعبين فريق كمدربين عايزين نركز في المباراه بس. The rest of the things. الحاجات التانيه الفاضله. Were happening, yes. بتحصل. We were also blocked from going into the pitch. منعونا ننزل الملعب. خاصة مضايقات كتير من الأمن. But you know, I don't want to talk about those things. أنا مش عايز أتكلم الحاجات دي خلاص. Everybody knows what is doing. الكل عارف إيه اللي حصل. So we don't want to be sounding like people who don't want to lose. مش عايز أبان يعني متضايق عشان الخسارة ومش حابب إن أخسر، فدايما بدور على الأعذار، ما بحبش أعمل كده. It's African football. دي كرة قدم في أفريقيا. Last question. You are sad from the performance of some players. Have you been you are sad from the bad performance of some of your players? Yeah, each and every match, not everybody plays very well, of course. في كل مباراة مش كل اللعيبة هتلعب كويس طبعا. And we have to understand that there's always the every match there's always be this one played very well, this one played exceptionally well. لازم نفهم ان في كل ماتش واحد بيلعب كويس جدا، واحد بيلعب نص نص، واحد بيلعب وحش ما كانش ماشي معاه. Well. ما قدش اللي عنده، ما قدش عليه. We have to calm down. لازم نهدى شويه. And address issues the right way. ونوجه الحاجات في الطريق الصحيح. And also we had chances that we have missed. وعندنا جات لها فرص واتلحت لها فرص واهدرناها في الماتش. So we accept it's okay. خلاص بنتقبل بقى. We move on. We بنكمل على طول قدام. We are honest to ourselves. احنا امناء مع نفسنا. We look at the game. بنتفرج على المباراه. Be honest to ourselves. هنتفرج على الماتش ده وهنشوف، واحنا بقى امناء مع نفسنا في راينا في الفريق. We support the team. لكن في الاخر لازم نساعد الفريق. One swallow doesn't make a summer. You know a bed. When one bed flies doesn't mean it's summer now. اوكي، هو عايز يقول لك المثل بمعناه ان مش حاجه وحشه حصلت يبقى كل حاجه تبقى وحشه. So we okay, we will fix it. We'll come okay. back. يعني مش حاجه سيئه، حاجه وحشه نكمل، هنشتغل على السلبيات وهنكمل على طول، مش هنوقف عندها. Yeah, thank you. في okay. اي اسئله ثاني؟ Thank you very much. Thank you. Watch for making time. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، زي ما قال عادل ان كان في عده عوامل اثرت على الاداء الفني للنادي الاهلي النهارده، ولكن برضو تحس ان في بعض المواقف عامل الجو، عامل الجماهير ما كانش مؤثر بصوره كبيره جدا. مثلا في الميس باس ما كانش مؤثر مثلا بصوره كبيره في حته انك تقف مكانك صح، ما كانش مؤثر بصوره كبيره مثلا انك انت تعرف تمرر صح. بص يا كابتن ايمن، انت هتجيبني يمين هتجيبني شمال، النهارده مفيش فرقه في العالم ما بتخسرش. طبعا طبعا. بايرن ميونخ لسه من فرقه مظبوط لسه خسران 2-1. وبعد ما خلص وطلع اول على كاس عالم الانديه اتعادل 3-3 بالعافيه، وكان مغلوب اول شوط 2-0. لا احنا بنتكلم على اساس ان النادي الاهلي ما كانش مستواه النهارده. انا عايز اوصل لك بس لحاجه معينه. كل عوامل النهارده بما فيهم اولهم نقص الاكسجين. 1200 متر فوق سطح البحر. ايوه 1200 متر فوق سطح البحر. علاء يقول لك هم بقى لهم اربع ايام هناك، وانا اقول بقى لهم اربع ايام، واسامه يقول لك وعادل يقول لك اربع ايام، عشان يتاقلم. انما في مساحه
من الاستشفاء ومن التعب اللي انت بتبقى موجود فيه ما يواكبش كمان وجود ال 1200 والساعه 3 الظهر. مش الساعه كام عندهم كمان نفس التوقيت او ايه انا ما اعرفش، بس بيلعبوا في عز الشمس في عز فكمان الحاله دي لازم انت تخليك في الحاله اللي انت شفتها اللي انت مش قادر تعمل ضغط، مش قادر تمسك لاعب كوره، لعيب واحد ياخد الكوره احنا اول مره نشوفها في حياتنا ويجري واحنا لعيبه قاعده مش قادر اللاعب مش قادر اللاعب بتكتف وبتعدي. احنا كنا بنسميها زمان ايه الاوف داي. ايوه يقول لك الاوف داي من كل حاجه، الاوف داي يبقى عندك القوام الاساسي بتاعك و اللعيبه اللي عندها المبادره القويه اللي انت شفتها في نهايه المباراه موجودين عندك وما تبتديش بيهم. ايوه ده الاوف داي. كويس الاوف داي انك انت تبقى عايز تلعب لعيب معين او تلعب بطريقه معينه والظروف كلها ضدك مش قادر تبتدي حتى ب 4 2 3 1 انت بتلعب بيها العاديه مش قادر تعمل زي ما انت. طب اشمعنى انت لما رحت لعبت الوداد في الوداد لعبت ضغط على الوداد وهجمت على الوداد واجواء طبيعيه جدا فيها تعادليه في الشكل في ملعب قدامك في لعيبه كنا نقدر نحاسب اللعيب هناك انت ليه ما جريتش انت ليه ما عملتش مزبوط. انما هنا كل حاجه كانت ضدك فما ما نحملش نفسنا ما لا طاقه لنا بها. ليه؟ لان لو انا مدرب واحنا كده كلنا مدربين قاعدين بره هنبقى في مع الراجل اللي هو موسيماني ده اللي اتعرض له النهارده اللي اتعرض له ده ما هو ملوش ايد فيه. ايوه ما اتاخر بقى هنقول له بقى ايه خدت بالك انت اتاخرت في التغيير انت كان عندك لعيبه تقدر تبتدي بيها غير اللعيبه الثانيه. هو اليوم كله بالحاله اللي هو كان متصورها عايز ينهض بالفريق ويخرج سالم من المباراه ما جاتش في صالحه. حتى الجول اللي دخل ده ولا اروع ولا اجمد ولا صحيح. شوطه صحيح. لكنها يعني الراجل ده بيشوط في المانيا مش أي. مش في سيمبا يعني صحيح. او في تنزانيا الكره اللي شوف داخله بشيء اللي هي مع احسن حارس عندنا او ده الجول يا كابتن ده الجول على هي قدامك انا عايز افكرك بالجول ان الكره دي كانت مقطوعه احنا قطعناها خلاص والتصرف فيها جه بطيء. نرجع من الاول خالص هي دي اولها كويس ماشي اثبت هنا ماشي كابتن اتفضل. الكره دي حتى هتروح على اليمين وبعدين هتخش جوه العمق وبعدين هتترد لينا عند ديونج هيطلعها صغيره هياخدها الراجل ده ويلف بيها هتلاقيها في المقص. اثبت هنا اثبت هنا اثبت هنا عايز اتكلم هشوف على الكره وسط ماشي اتفضل. ماشي نتكلم على بص الكره هي فين دلوقتي ونتكلم برضو على التنظيم الدفاعي بتاعنا. الكره فين دلوقتي الكره هي مع الخضرة ناحيه الشمال هي. لا في المساحه لا في المساحه الحمراء دي الحمراء هي باينه كويس بيبتدي بيطلع له محمد هاني يعني ماشي. شفت اتجاه اللاعب محمد هاني هتلاقيه بيطلع له الناحيه الثانيه ماشي. حصل ان هي الكره دي اتردت لناحيه اليمين ثاني على فكره ودخلت العمق وراحت لجانج طلعها راحت للاعب اللي هو كان واقف حر وراح لفف بالكره داخل عشان انت ترد انك انت تعمل كلنا قلنا ايه مفيش ضغط كلنا قلنا ايه ده اخر خط لينا موجود عند البينالتي اريا يعني احنا عاملين الخط الدفاعي كمل بص بقى احنا بس. فين ماشي عند خط البينالتي اريا خلي بالك احنا عندنا زياده عدديه هنا كابتن شريف طبعا عندك زياده عدديه الكره دي ما كانتش بتاعتهم أربعة خلاص 6 8 9 وخلي بالك منهم 8 مثلا ورا الكوره ما عشان كده هو شاط هو مش هيقدر يخش بلاس الشناوي مش هيقدر يخش هو شاط ايوه وعنده حاجه ثانيه غير انه عدل واتيحت له الفرصه وراح حاطط وش رجله راحت الكوره رايحه في احسن حته كويس. بالنسبه له هو لا انا قصدي حاجه ثانيه خالص هو دلوقتي الراجل على حدود ال 18 ما كانش هو كان في اثنين جنبه على فكره يمكن ديانج وكان في لعيب ثاني ما كانش من الممكن ان اللعيب الثاني دوت يتقدم ويعمل ضغط على الراجل ده قبل ما يشوط الكوره كانت عندنا احنا ما طفشناهاش احنا مش عايز اقول لك ان احنا ما تصرفناهاش فيها بقول لك احنا هنا في الحته دي بطفش الكوره ادام عليا ضغط بالشكل ده وحال كانت البدنيه ونفسي والدنيا دي كلها لازم اخلص ايوه مفيش هنا بقى استلم واعمل 1 2 واخد العب السليمه هنا ديانج راح عاملها راحت رايحه للراجل ده صدفه انت ما كانش عندك فرصه انك انت تضغط عليه يعني انا ما كانش عندي فرصه ان انا الحق اضغط على هذا الرجل اللي هو شاط في الكوره فراحت له الكوره اتصرف فيها وده بقى السما السما بقى معاه كمان ايه في الشوطه صحيح. ومش محمد الشناوي اللي تقدر تشوط عليه اي وقت وشاطه بعد كده وجات لهم الفرصه انما انت لازم تترجم اللي حصل كله النهارده ان في حاله اجهاد عامه للعيبه كلها هو انت شايف في لعيب بيجري واثنين لا او لا عندك لا اربعه لا. خمسه وحشين صح. والفرقه بقيتها واقفه على رجليها انت يا دوبك انت عايز تستخلص اي حاجه بسهوله جدا وان الكره تجيلك ولكن التانيين عندهم سرعات
النفس بتاعهم مفتوح، أرضهم عايشين في البلد دي زي ما هم عايشين فيها، ولا متأثرين زيك انت بالحالة الإجهاد اللي انت عم فيها، ولا هم خارجين من 30 40 ماتش زيك تحت الضغط النفسي اللي انت فيه ده كله. يعني انت في حتة والفرقة دي في حتة تانية، والفرقة دي مش خسرانة حاجة لو خسرت، صح، والفرقة دي مش خسرانة حاجة لو تعادلت معاك، لانك بطل افريقيا، انك انت جايب سمعتك وكل الدنيا عارفه مين هو النادي الاهلي. الفرقه دي بتلعبك والاخر لحظه انت بتعمل العرضيات وانت اللي بتضيع الاجوان وانت وهم في وضع طبيعي. الفرقه دي ما هي وقعت منك فكمان في اخر 20 دقيقه 30 دقيقه. يعني انت اللي كنت عندك الستاره ده، ما قال علاء، قال لك كبرياء الاهلي، ومش كبرياء الاهلي بس، هي روح الاهلي واحساس اللعيبه ورفضها للواقع ده اللي مش متعودين عليه. تغلب على التعب والاجواء في الاخر، تغلب على كل حاجه. وانا انا مش قابل ان انا اتغلب بامرت ايه اتغلب يعني. هم احسن مني في حاجه؟ لا، بس انا عندي حاجات مكتفاني مكبلاني، قاعد في الملعب مش قادر اعمل حريتي. وكمان مستر موسيماني جه يعني روح المغامره بقى والشكل، وان هو راح دفع بكل اللي عنده فدفع بكل اللي عنده، كان يبقى من الدقيقه 50 للدقيقه 70 مفيش حد يبقى قاعد عنده غبة. ليه؟ انا خسران بقى خلاص. انا ما بخسرش كمان. انا مش طابط يا اتنين عور، لا، انما انا عندي بقى القوام الاساسي بتاعي كله. صحيح. وهو ده اللي حصل. صحيح. بس حصل على فترات احنا قاعدين نقول يمكن التغيير اتاخر شويه. هو ايده في النار. واحنا قاعدين هنا في الميه مش حاسين باللعيبه، ولا لا حاسس باللعيبه دي جرى لها ايه، ولا كل ده. اللعيبه لو حتى سامع دلوقتي يقول لك الناس دي حاسه بينا، الناس دي فعلا لعبت في الاجواء دي، احنا فعلا لعبنا في الاجواء دي. صحيح. وكنا شديد نجري وفعلا كنا بنطلع، بس احنا كنا بيبقى عندنا مثلا تحضيرات معينه ان احنا عندنا من امكانيات السرعه ان احنا كنا بنشوط، بنعمل عرضيه، انت بتطلع تعملها بدماغك، انا بعمل واحده علاء يرقص مش عارف ايه ويتلاقي يعمل فرصه، كنا بنعمل اللي عندنا زياده. اللعيبه النهارده مش قادره غصب عنهم، فلازم لابد ان احنا نلتمس العذر واحنا رافضين الوضع. ايوه. ولكن مع كل اللي احنا فيه ده انا ما بقى عمري ما بدي عذر لحد، وفي الكوره ما بقاش فيه اعذار عشان كده البطل ما عندوش اعذار. ايوه. انما انا النهارده الحقيقه انا بشفق على اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى كل الناس، وبنقول لجماهير النادي الاهلي انتوا حاسين بالحكايه كلها معانا، انتوا دلوقتي بقيتوا فاهمين كل حاجه. فدي ده ظرف طارئ. ايوه. ظرف طارئ ان شاء الله لما ترجع مصر عندك استشفى كل اللعيبه، عندك بقى خلاص وقفت على رجلك، وربنا ساعات بيبعت لك حاجه كده عشان بيحضر لك بيحضر لك حاجه احسن. مزبوط. ودايما احنا كده دايما ربنا بيحضر لنا الحاجه الاحسن. واللعيبه بقول لها هارد لك وشكرا برضو، و يعني بتتحملوا حاجات وضغوطات كتير قوي صعب قوي على احنا لو بنلعب في اجواء زي اوروبا او اي حاجه انا اقدر اتناقش معاك، انما الاجواء بتاعت افريقيا المجهول ده انت بتبقى خايف من حكم، خايف من ارض، خايف من صحيح. من كل حاجه، وخاصه ان يمكن النهارده الحمد لله يعني كمان الحكم كان اعتقد ان هو كان كويس يعني كويس يعني 80-90% هو والطقم بتاعه كان كويسين قوي. مظبوط. فحظك كمان النهارده ان الكوره اللي جات لك ما راحتش جون. ايوه. انت لو جت راحت جون كنا هنفضل في نفس الشكل ولا ما كناش هنفضل؟ كنا هنقول احنا لعبنا كويس. أيوة. واحنا عملنا وادينا اللي علينا، ولو كنت اتعادلت برضو كنت هتقول احنا كان ممكن نكسب. ما هي بقى ظروف على فكره يعني احنا اتكلمنا عن الظروف، وتلاقيني في الاخر انا قلت حتى قبل ما نطلع على احداث المباراه مباشره قلت التعادل النهارده يعتبر مكسب برضو. انت وعادل قلته النهارده في كل حاجه ضدنا، اجواء كلها ضدك، ف ده ماتش الناس كلها حاسه باللي احنا بنقوله ده، بس في ناس احنا زينا احنا لعبنا كوره حاسين بيهم اكتر. صح. عارفين ايه هم كانوا في ايه. ده الحتت اللي هي زي اثيوبيا وتنزانيا اللي هي فوق سطح البحر ده مجهول. انت ما تعرفش حالتك نفسها ايه، لو لعبت بالليل يمكن كان احسن. ايوه. يمكن كان افضل شويه. ده مش هتلاقي الشكل ده. كنت هتلاقي الصد المصدات العاديه اللي انت بتقابلها. لما يعني انت سايب الناس مش قادر تجاريهم لا في السرعه ولا في حاجه فيزيكالي. أيوة. حاجه فيزيكالي جوه جسمك انت مش قادر تبقى في حالتك الطبيعيه. ايوه. مش لا هقدر اتكلم فني، فاهم قصدي؟ أيوة. ولا اقدر اكلمك مين كسر او مين كان المفروض يعمل كذا، او المدرب ده اتاخر في التمرين واتاخر في التغيير. كان في اي حاجه تانية؟ الشناوي ما شاء الله واقف اي كره بتجيله ما هو طبيعي. أيوة. واقف وبيطلعها وفي نفس الوقت انت اللي عندك المبادرات، انت اللي عندك الفنيات والشكليات اللي هي جوه، هم كل ما عليهم ان هم استغلوا حاله تعبك وابتدوا يمروا منك ويعملوا لك حاله خطوره. أيوة. انما انت كنت شويه ضغط وفي اتموسفير عادي
ما كانش لعيبة الشكل يا كابتن أيمن. صحيح. يعني صحيح. مش سيمبا اللي هي اللي كسبت دي هي المتفوقة، ده أنت آخر 40 دقيقة في الماتش أنت المتفوق وأنت اللي ماسك الكورة وأنت اللي عامل كل حاجة وبرضه حاسس وأنت متفوق وأنت كل حاجة وأنت تقدر تجيب الأجوال تعبان. تعبان. يعني فاهم قصدي؟ الكورة بتجي لك وبيعمل تكف وبياخدها زي ما قال علاء كرامة واخدها إزاي أنا أتغلب ها؟ أيوه. وبتروح على الجون وبرضه التنفيذ فيه إجهاد. مظبوط. فحاجة غصب عننا وهارد لك وإن شاء الله تعويض قريب باذن الله. لا ان شاء الله باذن الله التعويض، وكويس ان الموضوع ده جه بدري وباذن الله. يعني حصلت لنا قبل كده كتير، وزي ما شفنا السنه اللي فاتت يمكن كان التاهل بصعوبه على حساب الهلال السوداني في اخر مباراه لما تعادلنا هناك، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ناخد التاسعه. كابتن علاء عايز اعرف بقى رؤيتك الفنيه للمباراه ككل، وتعالى نقيم خط خط المباراه ككل. دخولك في المباراه ما كانش على المستوى المطلوب. توقعنا بعد تشكيل عام مسلم سليماني ان بقى السيطره عندك نص الملعب وده الاهم، كلنا اجمعنا على كده في بدايه المباراه. لكن حصل حصل العكس. ان انت في خط السيطره نص الملعب دفاعيا وهجوميا، وده كان عامل كل الكلام اللي كان بيقوله كابتن شريف في الوقت، المساحات الموجوده والتخطيطات ما كانتش كويسه، وفي كانت في دايما في مساحه مليئه جدا بين محمود وحيد وبين ياسر مليئه جدا وكتير قوي، وصلوا من وصلوا من خلالها. مظبوط. لازم كان حد يتكلم على الحته دي، ان واضحه جدا. واضحه يا اما كان محمود يضمه جوه شويه وكان ينزل يساعده كهربا، او كان ياسر يبقى مايل شويه للحته دي، لازم كان يقفل كويس قوي يحصل ميل من بدر وهاني وبالتالي يجي نص الملعب دفاع كله بتاعك. لكن انت في خط دي ايمن اللي خلاك شكلها كان كده، انت في خط البدايه اللي انت بتميزك دايما. هات اي مباراه للنادي الاهلي وبص البدايه عامله ازاي. هو البادي وهو المسيطر، حتى لو الشكل مش حلو بس تحس فيه سيطره من النادي الاهلي، ودايما انت قاعد مستني الهدف هيجي امتى. ممكن تاخر شوط اول لكن انت عارف هدف الشوط الثاني. النهارده الاحساس ده مش عندك. كمان احنا بنقوله ده مش نقد بس، ده عادي يا جماعه، لازم طبعاً تفهم طبعاً ان دي كره قدم، مفيش حاجه مفيش سهوات في كره القدم. بيحصل النهارده ممكن يبقى عندك، لو انت النهارده بتلعب مباراه انت مش ضامن فرقتك تبقى كويسه ولا وحشه، انت بتعمل كل اللي عليك، بتحضر فرقتك وعلى وجه نظرك انت بتحط التشكيل بتاعك، بتختار الطريقه زي ما كان اسامه بيتكلم وهتاديها ازاي، وكل ده هايل، وبتقعد بره بتطلب حاجه واحده خلاص، ان النهارده يبقى لعبتك في يومها. بس النهارده لعبت النادي الاهلي مش في يومها، الموضوع منتهي تماما، مش عيب النهارده، لا النهارده مش يوم لعبت النادي الاهلي، مش دي لعبت النادي الاهلي النهارده. دخول وحش قوي في المباراه، الشكل الدفاعي مش هو اللي يطمنك. طب هل الدفاع كان فاتح مثلا المسافات في بعض الاوقات ولا قافل المسافات؟ لا كان في دايما في مساحات مفتوحه كبيره قوي. يعني بص اللقطه دي يا ايمن، ماشي حلو عندنا لقطه حلوه حلوه الوقفه دي كويس. وعندك كثافه وكل حاجه كويس، لكن لما كان اللعيب بيعدي كان بيعدي سهل جدا، يعني انت عندك بص زحمه كتير اهي، لكن المساحات الجزء ده كمان المساحات موجوده. دايما بقى الثغره اللي انا بتكلم عليها دي اللي هو المربع اللي جه ده، لازم هنا ازاي محمود محمود مش موجود وازاي ما فيش حد نص الملعب مايل شويه. لكن دي كانت المساحه دي موجوده قوي. وبعدين انا عندي يعني ما اعرفش عندي نقطه كده غريبه شويه، في لقطات كانت بتيجي كتير قوي بلاقي محمود وحيد في قلب نص الملعب. فدي انا مستغربها ليه. يعني ليه ليه محمود وحيد في قلب نص الملعب قوي، مع ان المساحه كلها اللي كانت عامله لك مشكله في الشوط الاول هي المساحه اللي عليها مربع الاحمر ده. فدي برده كانت بالنسبه لي حاجه غريبه. اول مره اشوف يا ايمن ان المساحات بين الاربعه اللي ورا كبيره. دايما كانت المساحات قليله قوي عشان كده مش عندها خطوره. النهارده لا، مساحات كبيره قوي، طول ما انت بتكبر المساحات هي مش في صالحك انك انت الاجواء اللي اتكلم عليها كابتن شريف واتكلم عليها عادل، الاجواء بتاع الملعب سيمبا مش الاجواء اللي تناسبك، مش مناسبه ليك. مزبوط. فانت خليك ذكي. صح. عايز انا ما افتحش مساحاتي، انا على قد ما اقدر مساحاتي تبقى ضيقه قوي، خطوطه قريبه جدا. النهارده العامل الرئيسي اللي خلى شكلك كده ان خطوطك النهارده لاول مره بعيده قوي. ودام خطوطك بعيده ولاعيبه كوره لحد ما كويسين، فبيلاقي المساحات ممكن يقلقك منها، وحصل كتير قوي في الشوط الاول. لازم ما نيجي نتكلم، لازم الناس تعرف ان احنا مش بنتفرج على ماتش تاني. كل النهارده القلق اللي حصل في الشوط الاول بالذات ان انت لعيبه سيمبا عندها القدره هي تجري في مساحات فاضيه. يا بكوره او من غير كوره. يعني في كوره النهارده بعد الهدف تقريبا الراجل وصل لحد الشناوي، لحد ما الشناوي طلع
طلع عليه وخدها منه. مزبوط. اتكررت كتير ايمن، لكن هو السؤال هي اتكررت كلها من نفس المكان اللي بين محمود وحيد، الناحيه الثانيه عند هاني ما حصلش الكلام ده خالص. يبقى كان الطبيعي لازم اعمل ترحيل شويه ناحيه محمود وحيد، وقف المساحه اللي عامله لي القلق دي. لو انا مش نص الملعب قادر اقطع كوره من نص الملعب وبرده مش قادر، كنت قافل. يعني دايما انت بتحاول تقطع كوره مثلا عند دايره السنتر، ما عرفتش يبقى من قبلها ما عرفتش، لازم اقطع الكوره قبل مناطق الخطوره. الهدف اللي جه فينا يقول لك الكلام اللي بقوله ده. معلش ما ينفعش مدافعي النادي الاهلي واقفين عند نقطه ضربه الجزاء والراجل بيشوط. مزبوط. ما ينفعش. مزبوط. لازم الراجل قرب على 18 حد يواجه. بالظبط. انت واقف بترجع. انا ليه برجع على الشناوي؟ انا ما برجع على الشناوي على فكره، انا كده بضايقه اكتر. مزبوط. لان الشناوي رؤيته الكره بتحجب الرؤيه، بتحجب الرؤيه. لكن انا ما اخد خطوتين ثلاثه دول قدام هتضيق المساحه على الراجل بيشوط، هتسيب مساحه للشناوي يشوف الكره. أيوه. الكره راحت في مكان مستحيل. انا ما بتكلمش على الكره دي، انا بتكلم على اللي كان لازم يحصل. الراجل الاول ما استلم لازم الناس دي كلها الخطوه اللي خدتها ورا على الشناوي لا اروح واخدها على قدام على الراجل. انما وبعدين ايمن معلش الكره اللي بتكلم فيها دي اتكررت مرتين ثلاثه. بفضل ادافع لحد ما ارجع على نقطه الجزاء. ما ينفعش. ما ينفعش. ده الناس دلوقتي بتحاول تاخد المهاجمين وتنزل لبعض الكوز 18 عشان يمنع اكبر خطوره عند حارس المرمى بتاعك. فانا كل ما برجع لورا بتزود خطوره عليك، بتدي مساحه للمهاجم ان هو يجي عليك. يعني ده انا بتكلم عليه. بص المساحه ده راجل في نص الملعب لوحده خالص. صح. بص استلم وهيلف وهيمشي، مساحه موجوده. قيس بقى على كده كل بص استلم وبص بص استنى ممكن اقف هنا سمحت. بص اخر اربعه اربعه من لعيبه النادي الاهلي معاهم ثلاثه من سيمبا. صح. موقع دفاعي كويس. ثلاثه على اربعه، اربعه على ثلاثه ممتاز. بس هنا الراجل اللي بين هاني وبدر بنون كان لازم هاني ياخد خطوه كده ويسيب بدر بنون لوحده. لكن انت دفاعيا هتقول العدد كويس، العدد هايل. عددك انت دفاع هايل. بس التنظيم وحش جدا. وبعدين دايما لعيبه سيمبا هي اللي عندها ان هو شايف هو اللي رايح للجول، انت مش قادر. يعني بص اللي بين لا بتكلم عليه بقى دايما اللي بين محمود وحيد وبين ياسر. بص يعني المساحه دي ما ينفعش يبقى كده، لازم ياسر يخش لجوه. انت فاهم. ولازم هاني يضم على الراجل ده، وبدر بنون دايما ياخد الزياده او يقابل. ايوه دي انا بتكلم عليها. ايوه كده بالظبط. مظبوط. هي دي. مظبوط. دي اتكررت اكتر من مره، والراجل بيقول لك وصل الشناوي، الشناوي طلع. لو الشناوي اتاخر جزء من الثانيه كانت ممكن تعمل لك مشكله ثانيه. فالنهارده ماشي اخطاء. طب ايه سبب، ايه سبب تواجد دايما محمود وحيد؟ حصلت اكتر من مره. يخش جوه كتير. معرفش. هل ده نابع من نفسه ولا دي كانت تعليمات المدرب؟ مستر موسيماني ما ينفعش من نفسه. ما هو لو من نفسه ايمن واحد يقوم يكلمه محمود خليك هنا. لكن هو ليه كان بيخش في النص؟ يعني انا مش فاهمها. وبعدين زي ما احنا اتفقنا محمود محمود وحيد مش هيقدر يقفل يقفل الجنب كله لوحده. طبعا. يعني احنا دايما كنا بنقول الراجل بيلعب بثلاثه، يعني كل جنب وانت مغمض كده في ثلاثه. ثلاثه مش اثنين. يعني الباك والراجل الهاب بتاعه والمفروض كهربا بينزل والمفروض الجانب الاخر بينزل. ده لو ما نزلوش على الاقل عندك اثنين. يبقى عندك اثنين. مظبوط. لكن هو انا ليه دايما كنت اشوف محمود حمود لوحده؟ لوحده دايما. صح. وبعدين لوحده والمساحه موجوده. مظبوط. لازم اقل حاجه في حته كلام بين اللعيبه. دي ممكن مش موجوده النهارده كمان. لازم اكلم اللعيبه حتى لو كنا رد فعل. بالظبط يا شريف. يعني حتى لو انا واقف غلط ايمن حته الكلام. علاء دوم بتحرك ارجع روح. ما ينفعش انا اسيب خطا متكرر في الشوط الاول وما اقدرش اعالج الخطا ده. الخطا الثاني واللي هو اللي انا بالنسبه لي خطا كبير جدا، المساحات كانت موجوده في نص الملعب. مع ان انت عندك زحمه. يعني زحمه بس زحمه ملهاش اي لازمه خالص. صحيح. حتى لو في تعب ممكن التعب يبقى مع ماشي مع بدايه المجهود وكده بيحصل تعب. لكن من الاول خالص انت سايب مساحات نص الملعب. صح. وبعدين انا عايز اقول لك انا ما عملتش ضغط مرتفع خالص النهارده، مش ضغط امامي خالص. انا كنت مستني عند دايره السنتر وبواليا كان بيبدا يقابل. يعني كنت احنا بنتكلم طبعا عشان عن خط الدفاع. برده كانت الانطلاقات الهجوميه قليله جدا من محمد هاني ومحمود وحيد. لانك انت مش مستحوذ. لانك انت مش مستحوذ على الكوره وشكلك انت شكلك مش واضح. ما هو بان شكله احسن منك في الشوط الاول ليه ايمن؟ لان هو نسبة استحواذ انا ما اعرفهاش كام، هتلاقي عالية عنده هو. طبعا. عالية هو عنده جدا كمان. أيوة. واستحواذ مؤثر مش سلبي. احنا ممكن نجيب 58 نجيب الارقام 58 يعني على دي نادرة ما بتحصل مع النادي الاهلي. انك انت تبقى استحواذك اقل منه. أيوة. لا هو كان اعلى الشوط الاول ان هو المساحات عنده ضغط قليل قوي
الضغط اللي الاول لعيبه النادي الاهلي هي. فالمساحات عنده هي. فالكره بتقعد في رجله هو كتير قوي صح. عكس الهجمه بتاعتك انت يا اما بتخلص بسرعه يا اما بتعمل كره طويله وكره طويله دي ادي الارقام يا كابتن 54 46 التمريرات احنا خلي بالك عندنا نسبه التمريرات ادي 400 من 467 هم 430 من 494 يعني كانت نسبه الاستحواذ عندهم او التمريرات يعني كانت اكتر مننا ودي اول مره تحصل من فتره ما انا بقول لك ده يعني بقالك كتير قوي ايمن النسب دي مش موجوده كلها كانت لصالحك استحواذك انت اكتر تمريراتك انت اكتر تسديد على المرمى عندك انت اكتر ركنياتك اكتر كل حاجه عندك انت اكتر النهارده ما هو دايما الاستحواذ بتاخد منه انت كنت شكلك النهارده في الملعب استحواذك النهارده كان وحش انت الكره بتفقدها بسرعه قوي الهجمه بتاعتك ما تبقاش طويله مش خطر بتضطر تعمل كره طويله كره طويله انا بالنسبه لي انا مدافع بالنسبه لك انت 60 30 ناخدها منك صح. لان انا شايف الكره شايف الكره بوش كويس قوي في حاجه كمان بطء بناء الهجمه النهارده كان شيء اول مره اشوفه في حياتي الهجمه بطيئه قوي ازاي بقول لك اللي كان يخش يتفرج على المباراه هيقول حاجتين الاهلي غالب 1-0 او النتيجه 0-0 والنادي الاهلي بيهدي وهيبدا يعمل هجمه صح. لكن انت التنفيذ على الهجمه كان بطيء قوي عشان كده بتاخد وقت كبير قوي تبني الهجمه كن هم رجعوا وقفوا كويس قوي مع انه وقفوا كويس قوي دي كمان ايه ده انت لما ضغطت في الاخر اخطائهم بانت وانا كنت بقول لك الاخطاء تبان مع الضغط مش مع اللعب السلبي او من اللعب اللي هو متشاف دايما المدافع بيغلط لما يكون في ضغط عليه لما تتلعب كوره مش مقريه مش متشافه انما طول ما انا مدافع واللعب كله بيتلعب قدامي انا ما عنديش مشكله ما انا شايفك بتحرك ازاي مفيش حاجات مفاجاه خالص مع ان المساحات موجوده والمساحات اللي هي دايما العكسيه موجوده لكن انت ازاي توصل للنقط النقط الاخطاء اللي عندهم دي انت مش عارف توصل لها وصلت لها في الاخر بس وكنت ممكن تتعادل بس انت كان من بدري قوي كنت لازم تقرا ان دول عندهم اخطاء صح. بس اللي بيحدد كل ده قول حالتك في الملعب واستحواذك استحواذك هو اللي بيبين الاخطاء النهارده هو باين عليك اخطاء كتير النهارده ليه ان هو مستحوذ الشوط الاول وهو دايما اللي بيهاجم عليك الشوط الاول انت ما فيش اخطاء كتير مع ان كره بواليا دي اتلعبت من كهربا في بدايه المباراه دي رساله ان في عندهم مشكله بين المساكين قلبي الدفاع يعني انت متخيل لو واحد غير بواليا ده واستلم الكره صح ده هدف صح فهي اخطاء كتير قوي على فكره للمره المليون مش عيب النهارده ان ممكن يبقى وحشين مش عيب ان احنا خسرنا صح. عادي بتحصل في كل الكوره لكن هو النهارده اخطاء كتير لكن لازم الاخطاء دي تقل وننسى مباراه النهارده بالجو بقى بالاخطاء بكل حاجه وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله وصول البعثه للفندق اهو الفندق ده يعني بعد المباراه كابتن اسامه لو دخلنا بقى على خط النص ثلاثي حمدي فتحي اليو ديانج واكرم توفيق عايزين نتكلم عن دورهم الدفاعي النهارده والمسانده الهجوميه لو كان في مسانده هجوميه بص هو تاني بنقول انه بدايه اللقاء بثلاثه ارتكاز ما فيهاش مشكله ماشي ولكن المهام اللي اكلت ليهم واللي هم نفذوها لما نيجي الاول نتكلم قلنا على الشق الدفاعي هم لهم شق دفاعي وشق هجومي هو كان بيلاعب حمدي فتحي وانا قلت لك هو تملي بيحب يلاعب حمدي فتحي هو اللي قدام القلبي الدفاع يعني في ماتشات كتيره كنا بنفتكر انه هيلاعب اليو ديانج ده المطار اعتقد على المطار على طول ده المطار بمناسبه الاول لما الكابتن شريف قال لك ان ده ممكن ما يكونش يومنا فعلا وفي نسبه توفيق عاليه الراجل اللي جاب الجول اصلا اشول برضه يعني هو شاطها بيمين وراحت في حته في مقتل ولكن يعني توفيق كان ملازم ساعات لما بتلعب برجل وتيجي تسدد برجل بتطلع قويه جدا يعني برجل العكسيه بتاعتك يعني انت تكون تلعب باليمين وتيجي واحده شمال تلاقيها لبست جامد صح. او العكس انت اشول زي صح. اللي هو لويس مكسينو ده اللي هو من افضل لعيبه عندهم اللي هو رقم 11 هو اشول لكن شاط باليمين لبست هي سبحان صح. الله بقى ما هو ده توفيق راحت ولا اجمل اجمل شوطه في حياته ماشي يا كابتن اتفضل ف بيلعب تملي هو حمدي فتحي قدام المدافعين لكذا سبب هو شايف انه حمدي فتحي بيعرف يسلم ويستلم كويس ما عندوش اخطاء في التمرير كتيره يعني زي اكرم توفيق وديانج هو حمدي بيسيطر على الكره افضل ثانيا انه احيانا بيلعب في قلبين الدفاع
لما يروح بدري يمين شمال شويه وياسر شمال شويه ممكن ينزل يرجع السهم في القلب ده. هو بيلعب الحته دي حتى مع انبي قبل ما يجي الاهلي كان ساعات بيلعب سرد باك احيانا، وطبعا وسط ارتكاز وبيلعب ديانج يمينه قدام حمدي قدام هاني، وبيلعب اكرم توفيق قدام وحيد. وقلنا اساسا عشان يسيطر على وسط الملعب وكمان يامن الباكين دولت دفاعيا وهجوميا، يامنهم دفاعيا انه ما يبقاش اللي هو محمد حسن الاشول ده وماكسيم مثلا على هاني لوحده، ما يبقاش كبومبي وشامه اللي هو 12 و17 اللي هم برده عملوا ماتش كويس ناحيه اليمين، ما يبقوش على وحيد لوحده، فيبقى جنبه اكرم توفيق وياسر ابراهيم بيضم، وكهربا كمان بينزل يساند، يعني في مجموعه في الجزء ده. اللي وضح من الماتش انه الحته بالذات اكتر يمكن هاني حصلت مرتين ثلاثه، لكن عند وحيد كانت اكتر المساحه بين ياسر ومحمود وحيد كانت مفتوحه، مفيش مسانده كبيره من اكرم توفيق ولا كهربا يعني من الحاجات برضو النهارده شويه اللي اثرت انه كهربا واجاييه ما كانوش بيساندوا دفاعيا او هجوميا بشكل كبير، يعني فترات قليله. ايوه فدي كانت عامله لنا مشكله من ناحيه اللي هو كابومبي ده من 12 الباك رايت عمل اكتر من كروس، وشامه ده 17 وواحده رايح بيها انفراد من ناحيه اليمين شناوي طلعها كانت خطر، يعني عملوا علينا قلق من الحته دي. ايوه فالثلاثي ما كانش بيضغط كويس وما كانش قافلين الجناب مع الباكين كويس، ده في الجزء الدفاعي اللي هي الناحيه اللي كلنا اتكلمنا ممكن تكون تعب ارهاق الماتشات اللي ورا بعض، ممكن يكون الرطوبه شويه اثرت مش بالضغط الواضح في نص الملعب، ده في الناحيه الدفاعيه. في الناحيه الهجوميه انت بتلعب بدون رقم 10 اللي احنا اللي هو تحت راس الحربه، انت بتلعب 4 3 3 او 2 1 4 3 2 1 ايوه. المنطقه اللي هي خلف بواليه دي اللي هي دي مفروض بيملاها ديانج واكرم توفيق، لان حمدي فتحي واخد الوسط الارتكاز اللي قدام ياسر ابراهيم وبانون، وهما الاثنين مفروض بيطلعوا في الحته دي سواء بقى يشتغلوا على الوان تو مع بواليا او مع كهربا، بيعملوا المسانده الهجوميه مسانده بس من العمق ايوه، مش مسانده من الاطراف. يعني هو مش مديهم مهام انه يروحوا على الاطراف الملعب، هو سايب اطراف الملعب لوحيد واني حتى كهربا وجونيور اجاييه كتير جدا بيخشوا للعمق جوه وبيسيبوا الاطراف عشان وحيد وهاني اللي هم ما استغلوهاش كويس. يعني ما كانوش بالحيويه بتاعتهم اللي قبل ما شفناها مثلا في ماتش المريخ هنا مع وحيد او هاني في بطوله كاس العالم او الماتش المريخ هنا، المسانده في الهجوم منهم كانت قليله شويه لما بيخش كهربا وجونيور اجاييه العمق. فاكرم توفيق وديانج ما قاموش بالحته الهجوميه اللي هي تعمل زياده عدديه ورا بواليا ورا اجاييه وكهربا، ما بقاش في تسديد، ما بقاش في يمكن شويه في اخر 10 دقائق لما حصل التغييرات ديانج شفناها اللي هي الكره اللي لعبها له ايمن اشرف دخل جوه ال 18 ولعبها بدماغه، هو صحيح اتصرف فيها مش حلو لكن دخل في ال 18 دي ما كانتش واضحه الشوط الاولاني بالثلاثه الارتكاز دولت. ولذلك هو لما جه عمل التغيير احنا قلنا لازم قفشه يلعب، ويمكن قلنا يبقى بدري. عشان في عدم استحواذ شويه في وسط الملعب في النادي الاهلي. يعني انت من رايك ان التغييرات بتاعت عمرو السوليه بدل والتر بواليا ومجدي قفشه بدل كهربا وشريف بدل اكرم توفيق ومروان مكان اجاييه وايمن اشرف مكان محمود وحيد اتاخرت شويه؟ اتاخرت. وفي حاجه انت لما طلع والتر بواليا وكهربا وطلع اتنين مهاجمين ونزل عمرو السوليه ومجدي قفشه تقريبا وسط ملعب بقينا يعتبر عارف ايه زي ما عادل بيقولها، بس مش 4-1-4 بقينا 4-4-1-1 يعني بقينا عمرو السوليه وحمدي فتحي وديانج واكرم توفيق وقدامهم قفشه وقدامه لوحده بواليا، فالزياده في الناحيه الهجوميه كانت ضعيفه. صحيح لا خلي بالك ده بواليا طلع بواليا خرج مفيش مهاجم صريح اجاييه معلش انا قلت بواليا وكهربا هم اللي طلعوا بقى اجاييه جابوا من الجنب وحطوا راس حربه 4-5 ووراه قفشه وبقينا اربعه في نص الملعب اللي هم اكرم توفيق وديانج والسوليه وحمدي، والاربعه دولت
ما عندهمش لعب اطراف. أيوه. يعني كلهم بيلعبوا من العمق، يعني ما عندهمش لا ديانج عنده انه يروح على الاطراف ويعمل كرات عرضيه، ولا حمدي فتحي عنده دي، ولا السولية عنده دي نفسه. ولا اكرم توفيق قليل قوي مش 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 عنده. فاحنا بقينا نسيطر فعلا على وسط الملعب، كرة من رجل لرجل وكده، بس عددنا في القدام مش كبير. أيوه. هو صلحها تاني بنزول شريف ومروان، منال اكرم توفيق واجايه، بقى شريف جنب مروان، ولكن متاخره بقى، هي دي اللي متاخره. أيوه. يعني بقت في الدقيقه 78 الاثنين نزلوا في الدقيقه 98 كان ناقص 12 دقيقه. أيوه. ودي احسن فتره. دي اعتقد دي انا اعتقد الكره اللي لعبها ايمن اشرف لديانج ديت. ايمن اشرف اول ما نزل ايوه عدى من ناحيه الشمال. وانا بقول لك انه تمركز اللعيبه بتاعه تنزانيا في اخر الوقت كان سهل قوي نجيب فيهم اجوان. العدد هنا ما كانش بنشوف العدد ده جوه ال 18 كده في الشوط الاولاني، ولا قبل ما ينزل محمد شريف ومروان. ايوه الكره دي اتلعبت من ايمن اشرف لديانج اللي هو جاي من القائم البعيد. أيوه. والظهير الايسر داخل ضامن من جوه، بس هو لعبها براسه. أيوه. وحش خارج الملعب. مزبوط. يعني مش متمكن فيها. مزبوط. فانا اقصد ان التغييرتين بتوع محمد شريف ومروان محسن دي 78 كان الوقت اتاخروا شويه ضيق. أيوه. 12 دقيقه صحيح. أيوه. مش كان ممكن يبقوا مساحه اكبر، ولذلك اخر 10 دقائق 12 دقيقه اللي احنا حسينا ان الخطوره بتاعت الاهلي بقت ازيد. يعني مظبوط مظبوط. كابتن عادل ندخل بقى على الخط الامامي. محمود كهربا وجونيور اجايه ووالتر بوالي. بدايه انا عايز اقول لك كابتن ان احنا ما كانش لينا تواجد هجومي في الشوط الاولاني، وده كان نابع من انك انت عملت مشكله لنفسك ان انت عامل عمق دفاع كبير قوي. يمكن بدر بنون وياسر ابراهيم كانوا على يعني على ال 18، وانت بتتكلم في كهربا في الاجواء اللي احنا اتكلمنا عليها دي والاعذار اللي انا اتكلمت عليها دي كلها بتيجي في الوقت كمان انك انت عامل العمق ده. بس خليني برضه يا كابتن اسحب شويه في كلامي لديدي جوميز المدرب بتاع انا كنت هتكلم عليه. المدرب الفرنسي هقول لك حاجه، ويمكن استغربنا كتير قوي ان ليه من عند احمد وحيد اللي كان فيه الهجمات كتير. محمود وحيد سوري محمود وحيد ليه الهجمات كتير قوي من ناحيته؟ هقول لك ليه يا كابتن. اي مدرب لما بيجي يدرس النادي الاهلي اكيد هيتفرج على اخر مباراتين او اخر ثلاث مباريات ليه، وبالذات الباير لما تلعب الباير ولما تلعب المريخ ولما تيجي تلعب الدحيل مثلا والفرقه البرازيليه لما تيجي تلعبها. مين كان من افضل اللاعبين في النادي الاهلي في الفتره دي؟ كان محمد هاني كظهير ايمن. ايوه. وعلي معلول من اللعيبه الكبار جدا اللي طول الوقت علي معلول بيتعمل له حساب كبير قوي. فلما يجي المدرب يفكر عاوز يهاجم النادي الاهلي في المباراه دي هيهاجم الحته دي من عند محمود وحيد، مش تقليلا منه، ولكن ده العادة ان هو ما بيلعبش بقى له مده كبيره قوي. أيوة. وعاوز يخترق من الناحيه دي لان محمد هاني كان ماشي بصوره جيده جدا. محمد هاني جناح في الوقت الحالي في النادي الاهلي عامل اداء متميز، فانت بتشتغل من الناحيه دي. لما اتكلمنا على الاعذار والقوه والحاجات دي، تعال بقى ناخد كمان الحته بتاعه الايه الفكر اللعيبه نفسها في الوقت اللي غايب عنهم الجهد اللي احنا بنتكلم فيه. لما بيكون في باور عند اللاعب بيقدر اللاعب ينفذ اي فكر او اي تحرك او اي تكتيك كويس. لكن تعالى نقول لك انه كان في مش مساحات متباعده كمان وبس، لا ده انا عايز اقول لك حاجه، كان في عدم انقضاض على اللعبه. يعني انت كنت بتسيبهم يلعبوا وده من تعبك، ولكن لما كانوا بيلعبوا التحرك يا كابتن لما يجي واحد يدافع وهو بيتحرك بيجري اكتر من اللي بيباصي. هما كانوا بيباصوا ورغم ان هما كانوا عندهم خفيه حركه شويه بالكوره ويروحوا بالكوره كتير قوي. الحاجه الثانيه اللي تعبت خط الهجوم السؤال اللي انت بتقول عليها كابتن، حاجتين كمان مهمين جدا. محمد هاني كانت المسانده بالنسبه لجونيور اجاييه او كهربا، او اللي كان التغيير بتاع كهربا وجونيور اجاييه ما كانش تشوف معالم منهم الاثنين، لان شويه يلعب جونيور اجاييه ناحيه اليمين بعدين يجي مكان ناحيه الشمال شويه، وكهربا كان بيجي ناحيه الشمال. الحاجه اللي تعبت محمود وحيد كمان انك انت لما بتيجي تدافع
كان الخط اللي هو الامامي ما كانش بداية الدفاع بتاعنا. ليه؟ لانه لما كان بيروح كانت الكرة بتتلعب من وراه وكان بيبقى في زيادة. كابتن علاء قاله وليه محمود وحيد كان بيخش جوه الملعب كتير؟ لان اللي كان بيجيله اتنين، انت فاهمني، اتنين لعيبة كانوا بيجوا لمحمود وحيد احيانا، فتلاقي واحد دخل بيه لجوه والتاني اللي بيطلع بره. مين اللي كان بيطلع بره؟ الباك رايت، وكان الهاف رايت اللي كان بيجي من الناحية التانية. فكل المشاكل اللي حصلت لمحمود وحيد النهاردة هي مشاكل تكتيكية من نص الملعب الاتنين اللي هو كان قدامهم حمدي فتحي وأكرم وديانج، ما كانش عندهم المطاطية أو الحاجة المهمة. لو كان عايز يلعب بيهم التلاتة كان ممكن يلعب بيهم التلاتة فلات. لو لعب بيهم التلاتة فلات هيفضل واحد طرف يمين، واحد ديفندر ناحية اليمين، واحد ديفندر ناحية الشمال، هيساند الباك رايت وهيساند الباك ليفت، وحمدي فتحي هيساند الاثنين السردباكات. لكن التوزيع اصلا ادت ان انت في الحتة الهجومية ما كانش ليك تواجد في الشوط الاولاني. اما الشوط الثاني ليه لما غيرنا طريقة اللعب بقفشة، ويمكن احنا اتكلمنا وقلنا ودي حاجة مهمة جدا، ان يجب على كان مستر موسيماني كان يعمل حاجة مهمة قوي. انت مفنش الشوط الاولاني مش كويس، ايوه، وخسران هدف، فانت ليه ما غيرتش من البدايه؟ لازم كنت تغير في البدايه. ليه تغير في البدايه؟ اولا تغير شكل اللعب، وتغير كمان طريق يعني والتغيير بتاعك يبقى بدري، تحسس الفرقه ان في نفس تاني للعب. صحيح، انت فاهمني يا كابتن. لكن انت نزلت بنفس الشكل بنفس اللعيبه، حتى انت كمان كنت في اول 20 دقيقه من الشوط الثاني كان هم زي الشوط الاولاني. أيوه. يعني هم اللي متسيدين الملعب بالشوط الثاني في البدايه اللي هي. أيوه. في اول 20 دقيقه يعني. فاللي انا عاوز اقوله ان التاخير بتاع قفشه ده واحد، اتنين محمد شريف كان يجب هو نازل ينزل مع قفشه. ليه؟ محمد شريف لو كان بدا مع قفشه او نزل مع قفشه كان هياخد مده اطول. الفرويد غير نص ملعب غير المدافع، المدافع ممكن ينزل اخر دقيقه لانه بيعمل حاجه واحده بيدافع عن الجول. نص الملعب ممكن ينزل 10 12 دقيقه. صحيح. ممكن يتاقلم. صح. لكن الراس حربه لما بينزل خمس دقائق ما يتاقلمش، وحتى لما يكون هداف هيياس. وهيقول انا نازل متاخر. أي. فكان يجب ان محمد شريف كان ينزل بدري شويه. الحاجه الثانيه المهمه، انت دلوقتي عندك اثنين ثلاثة ديفنترات في وسط الملعب، والسلية كمان بقى يعني رابع. نزل بقى رابع. فانت يعني استغنيت عن الحتة الهجومية شوية. أي. ما عملتش العمق الهجومي اللي انت تعوض بيه. مع ان حمدي فتحي هو اللي عمل الكرة لمحمد شريف من الروح بقى اللي اتكلمنا فيها. يعني هو اللي عمل التوكوف ده. ما هقول لك يا كابتن شريف، لانه الاربعة اربع ديفنترات اللي بيحصل معاهم كل واحد بيتحرك وبيشتغل زي ما هو عايز، لانه عارف انه في واحد تاني وعارف انه في واحد تالت وعارف انه في واحد رابع في وسط الملعب. لكن لما يبقى اتنين ديفندر هيقف وهيخلي المهاجم حاسه المهاجم يروح يقدر مزبوط. يجيب جول. ولكن في الاخر نقدر يعني احنا لو لعبنا كده اول هاف تايم عادي. كانت الحياه اختلفت. طبعا، بس جوميز هي ظروف مباراه برضو يا كابتن شريف. جوميز الفرنسي عمل حاجتين. يمكن تحس انه عارف مفاتيح النادي الاهلي كويس قوي. في وقت ان هو بدا حتى تغييراته كانت تغييراته سريعه. أي. تغييراته كانت مؤثره شويه. لما لقى ان نص الملعب بدا يروح منه في اخر فتره. نزل واحد ونزل الثاني علشان. صح. يرجع تاني لنص الملعب بتاعه. ولكن زي ما انت قلت يا كابتن عادل، الخساره مش نهايه العالم. طبعا وارد جدا ان اي فريق يخسر، انما نستفيد من اللي حصل النهارده ونستفيد من الخساره دي، ودي تبقى ان شاء الله نقطه الانطلاقه بتاعتنا للرجوع للصداره مره اخرى. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم بين الاهلي وسيمبا. ارجوكم انتظرونا.